رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رفع مجلس الوزراء أطيب التهاني والأمنيات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم بالعام الميلادي الجديد 2019 متمنيا أن يكون عام خير ورخاء وتواصل لنعمة النماء والأمن والاستقرار على مملكة البحرين ومواطنيها وأن يسود فيه السلام والأمان وكل ما فيه خير للبشرية. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة واعتماد المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما قرر المجلس خفض رسوم الخدمات الفندقية من 10 إلى 5% لتحفيز القطاع السياحي وتنميته، واعتمد المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين والتعامل الفوري مع كافة المخالفين. بعدها استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات تنفيذ المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي 2019 و2022 منذ تدشينه في 4 أكتوبر الماضي، والذي يهدف لبلوغ التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022. ونوه المجلس بالنتائج الأولية الإيجابية والمشجعة التي تحققت في ضوء ما عكسته مؤشرات قياس الأداء للمبادرات خلال التنفيذ المبدئي وإشادة صندوق النقد العربي بما حققته المملكة على صعيد تنفيذ برنامج التوازن المالي بما أحرزته من تقدم في توفير الإطار القانوني والمؤسسي المناسب في تنفيذ مبادرات البرنامج بما يعكس فعالية الإجراءات والسياسات والنهج الذي اختطته مملكة البحرين لتحقيق أهداف البرنامج المذكور. مشيدا المجلس بالجهود المبذولة التي أثمرت عن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وبالتوازن المالي. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بدراسة الوضع الإنشائي للمدارس القديمة في البلاد والبالغ عددها 67 مدرسة، وعلى ضوء العرض المقدم من المذكرة المشتركة المرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد كلف مجلس الوزراء الوزارتين باتخاذ اللازم للإخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الإنشائي مع جودة الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة، وتكليف شركة استشارية بدراسة الوضع الإنشائي للمدارس المتبقية. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحظر استيراد المخلفات البلاستيكية عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية لمملكة البحرين لأي غرض، وهذه المخلفات البلاستيكية هي أي منتج صنع أو دخلت في صناعة اللدائن البلاستيكية وكذلك المنتجات البلاستيكية غير المطابقة لمواصفات البيع في أماكن تصنيعها، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ويهدف مشروع القرار إلى الحد من الأضرار البيئية المترتبة على إدارة المخلفات البلاستيكية بطريقة غير آمنة بيئيا مما يتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة على البيئة. ثالثا، بحث المجلس مشروعات القوانين الحكومية المتبقية لدى السلطة التشريعية، وقرر المجلس التمسك بعدد من مشاريع القوانين وذلك بناء على التوصية المقدمة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. رابعا، وافق مجلس الوزراء على السماح لشركة ذات رأس أجنبي بمزاولة نشاط تجاري، وذلك ضمن مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور وبما يتماشى مع قانون الشركة التجارية رقم 21 سنة 2021
2021، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والتي جاءت بناء على اقتراح من سعادة وزير الكهرباء والماء. خامسا، وافق مجلس الوزراء على توسيع فئة المستفيدين من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك لتشمل كافة المراحل في الفئة العمرية بين فئات السن 0 و35 سنة، بدلا من قصرها على الفئة 15 و29 مثلا، مثل ما هو معمول به الآن، وذلك عملا بأفضل الممارسات الدولية وتعزيزا لاستفادة المواطن البحريني من البرامج التي تقدمها الوزارة المذكورة. سادسا، أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية. سابعا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين معدان في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمان من مجلس النواب. الأول هو مشروع قانون بتعديل المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2018، والثاني هو مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله.